السيزون الجاي بنحط جاز الموسيقى عشان نتحمس. صح شوي. 21 ابريل 2020، صبحكم الله بالخير مشاهدي برنامج شمس البحرين. صباح الخير بدر. صباح النور. كونك امس هالكبر والله، بس وياكم اتابعكم يعني صج. ما قدرت ما عليه. الكهرباء بندت عليهم. بندت عليهم الكهرباء الصبح، مطرش لي 8:15 مسج، شيء ما جبت قريب روحك ما شغلت الكهرباء. في حلقة اليوم مشاهدينا راح نتعرف على الطرق الصحيحة لوضع الكمامات والقفازات مع الدكتورة هناء أبو زيد، وراح نتكلم عن دور الإعلام في دعم المسيرة التنموية في مملكة البحرين. بنعرفكم اليوم على فن المكرمية، وهو من أقدم فنون النسيج أو النسج عند العرب. بس قبل أن نبتدي خلينا نشوف ومضة اليوم مشاهد. مع الومضة اليوم شو تقول؟ ومضة تقول لا تسمح لأحد أن يقلل من شأن حلمك، كلماتك، أمنياتك، إيمانك، ذوقك وحياتك. اجعل كل ما يخصك عظيم. صح، هذه لا علاقة بالثقة في النفس. صح، لا علاقة بالثقة بالنفس. لما تكون واثق من اللي تتسوي ما تسمح حق أحد أنه يكرهك فيه أو يحبطك. أكيد. أو مثل ما نقول إحنا بالعامية يكسر مياديفك. عجبتك شام شيء؟ جدا جدا. اليوم عندنا قفازات وكمامات ومعقم، يمكن صارت اليوم أو صار لبس القفازات إلى جانب الكمامات أمر ضروري للحماية من فيروس كورونا. لكن في ناس يمكن ليه اليوم ما تعرف قواعد ارتداء وخلع الكمامات والقفازات بالطريقة الصحيحة. اليوم نتعرف على هذه الطرق بالإضافة لأنواع الكمامات والقفازات وبدائلها مع الدكتورة هناء أبو زيد، استشارية طب عائلة. صباح الخير دكتورة، حياك الله. صباح الخير دكتورة. شلونك؟ شو اخبارك؟ طيبه حياك. صباح الخير، شلونك؟ ان شاء الله بخير. حياك ان شاء الله دكتوره. مثل ما قال بدر، يعني على الطاوله عندنا مجموعه من الكمامات، واليوم لبس الكمام صار واجب، اتوقع مسؤوليه مجتمعيه نقدر نقول على الاقل نحمي انفسنا ونحمي ايضا المجتمع. لكن اليوم في ظل وجود كل هالانواع من الكمامات، يعني كلمينا عن هذه الأنواع والأصناف، وإذا في طريقة معينة حق لبس كل صنف. في البداية أحب أشكركم على الاستضافة. طبعاً نعرف أنه الكمام هو أهم وسيلة للوقاية من الأمراض المعدية، فمثل ما نعرف اللي هو الإجراءات الاحترازية تتغير مع تطور اللي هو انتشار فيروس كورونا. فيمكن إحنا نتذكر في بداية المرض اللي هي منظمة الصحة العالمية ما كان في إلزام عشان نلبس الكمام، بس مع تطور اللي هو المعطيات والاستنتاجات والدراسات، فأثبتت أن دراساتنا إلزام لبس الأشخاص الأصحاء الكمام للحد ومن انتشار اللي هو فيروس كورونا. فإحنا مثل ما نعرف اللي هو مرض انتشار مرض فيروس اللي هو الكورونا، طريقة انتقاله هو عن طريق الرذاذ المنبعث من الأنف أو الفم، فمن هنا صار أنه إجباري وإلزامي اللي هو لبس الكمام. من الأشخاص اللي يلبسونه طبعاً أي شخص اللي هو يهتم أو يعتني بشخص مصاب، أو أي حد مصاب بالزكام، وفي الآونة الأخيرة حتى الأشخاص الأصحاء يقدرون يلبسون اللي هو أي كمام اللي هو على أساس أن نحد من انتشار فيروس كورونا. طبعاً يمكن الأماكن تسألوني وين اللي نقدر نلبسها، طبعاً الأماكن العامة، المجمعات التجارية، مقرات العمل. طبعا في الحساب الرسمي لوزارة الصحة بينت انه وين نلبسها وين ما نلبسها، مثلا اثناء قيادة السيارة ما في داعي ان الواحد يلبس الكمام. لما الواحد يمارس الرياضة في الاماكن المفتوحة بشكل فردي او مع شخص ثاني لازم التباعد الاجتماعي اللي هو متر، ما في داعي انه يلبس اللي هو الكمام. طبعا مثل ما قلتي اختي شيماء انه في انواع عدة، اللي هو عندنا اللي هو الـ N95 اللي هو ممكن نتكلم عنهم. إيه؟ نشرح عليهم. يعني عندنا هو كذا شكل من الـ 95 اللي هي هاي الكمامات الطبية، وننصح بها اللي هو الممارسين الصحيين اللي هم أكثر عرضة لهاي الأمراض المعدية، فهاي ننصحهم أنهم هاي يلبسونها. وظيفتها شنو؟ اللي هي تصفي الهواء الملوث ب 95% الهواء. أي واحدة فيهم؟ هذه ثلاثتهم. أنا مرة لبست هذه صدق، يعني صراحة تخنق بس صعبة. هو في أنواع عدة، في واحدة بعد تشوفون اللي هي لها نفس الفالفلز. صح. إيه، فيعني هم هاي ثلاثتهم N95 بس أشكال مختلفة.
في عندنا اللي هو الكمامات الجراحية، يمكن هذه الكمامات هذه الدارج يمكن اي هاي الدارج اللي عندنا اللي هي الكمامات الجراحية اللي هي يا اما تتعلق على الاذن او اللي هي فيها ربطة. اوكي زين، وفي اللي هي الكمامات الورقية، طبعا هذه ما بتحمي وايد، اللي هي اكثر حماية هي الـ N95، بس ننصح بالممارسين الصحيين اكثر. الناس العاديين يستخدمون اللي هي الكمامات اللي هي الجراحية اللي احنا نسميها سيرجيكال ماسك. في اللي هي الكمامات اللي هي القماشية اوكي امتن دي اي في احنا الحين صاروا ان مصانع تصنع هاي الكمامات القماشيه، هي تحمي. احنا الهدف من لبس الكمامه ان الرذاذ ما ينبعث يعني ينعادي احد او احنا نتعوده. اي اوكي زين، ف هذه الانواع هاي الانواع يمكن يعني انا امس رحت احد المجمعات الصراحه شبه اختنقت من الكمام، بس يعني عشان صحتي وعشان صحه الناس لازم نسويها. والوعي اليوم وصل لدرجه ان حتى في ناس وهم في السياره الماسك ما ينشال من عليهم. في دكتوره يمكن في بعض الناس يحطون عده طبقات، يقول لك انا كل ما كثرت الطبقه الموجوده على الوايع وعلى الانف راح تحميني اكثر، هل فعلا هذه المقوله؟ لا هاي المقوله مو بصحيحه، هو اهم شيء لبس الكمام بالطريقه الصحيحه اللي بنراويكم بعدين اياها. أوكي. هي الطريقه الصحيحه، واهم شيء نبدله اذا تبلل، اذا ترطب يعني الكمام خلاص نتخلص منه. اوكي اوكي، فيعني هو اهم شيء ان الطريقه الصحيحه للبس الكمام تفي بالغرض ان شاء الله مع غسل اليدين. احنا نكرر ونعيد هاي اهم شيء، غسل اليدين بالماء والصابون. يعني انا قبل اسبوع كنت اتكلم مع دكتوره هي صديقتي، تقول لي توكم حاسين بالكمام والقفاز؟ قلت لها صراحه ايه يعني انا اسفه، بس انا توني. قالت لي طول حياتي بالقفاز والكمام ما اشتكيت، انت الحين رايحه البراده تحلطمين وتشكين. كنت متصفيها اقول لها في اخاف من هالكمام، واي كمام الازرق هذه ال 95 اتذكر قبل لا يوصل الكورونا ذروته، لما كان المجال الجوي مفتوح وكنا نقدر نسافر، سافرت مره ومن يعني احتياط والخوف هاي وقتها للحين الفيروس في الصين، لبست ال 95 والله العظيم دكتوره صحت في الطياره، ابي اشيله مو بعارفه شو اسوي. تعرف شو يسوي فيك؟ لا تجربه. دكتوره اليوم مثل ما ذكرتي في بدايه اللقاء، في مصانع وفي محلات صارت تسوي القناع القماشي. من باب انه يعني دعم لي الصيدليات والمحلات الطبية اللي يمكن نفذ منها الكمام، يساعدون الحكومة في أن هي أيضا تزود هذه المحلات، فبالعكس هي لفتة جميلة ومجتمعية منهم. ولكن إحنا أيضا نبي نتكلم عن هذا الجانب، شلون أنا أحتفظ بقناعي القماشي لمدة أطول، شلون أغسله، هل هو يستخدم استخدام وقتي واقطه؟ فهاي المعلومات نبي نسلط الضوء عليها. هو الكمامات الجراحيه يمكن استخدام مره ونتخلص منها، بس القماشيه نقدر نستخدمها، بس ان نغسلها لازم بعد الاستخدام بالماء والصابون. شنو نوع القماش اللي مفروض ينصنع منه؟ هو اي قماش، مو مشكله اي قماش. اي قماش. اي قماش. السؤال الاهم الطريقه الصحيحه، شلون نلبس الكمام، شلون نشيله، وشلون نتعامل وياه. يعني انا امس صورت سناب وانا كذي شايل الكمام، وعندي واحد من ربعي ممرض اصبح عليه بالخير، يقول لي تحملت يوم الكمام من برا. لازم نوعي اليوم الناس، وهذه اكيد واجبنا اليوم كاعلام، وراح نستغل اليوم وجودك معانا ايضا. هو اهم شيء قبل ان نبتدي، اول شيء نغسل يدنا بالماء والصابون او بالجل، نتاكد ان من الكمام انه هو مو بتولف ولا ممزق، هاي اول شيء. في طبعا طبقه معدنيه فوق، هاي الاهم شيء. وكان بتشوفون لونين، اللون الابيض واللون الازرق. صح زين، يمكن صار طلع فيديو انتشر ان اللون الابيض واللون الازرق، فهو شنو وظيفه اللون الابيض واللون الازرق؟ دائما احنا اللون الابيض نخليه موجه لنا، هو لان في ماده تمتص الرذاذ، او من لا سمح الله اذا انا كنت يعني مريضه كحه او فيني زكام، تمتص هاي الرذاذ اللي ابعته انا. اما الازرق اذا مثلا احد كح في وجهي، فهي بعد ماده بعد تمتص هاي الرذاذ. طريقة طبعا الاستخدام نفس ما قلنا، نتأكد حديدة فوق اي الطبقة المعدنية لازم فوق. زين نحطه اول شيء على هاي الطريقة من فوق، هذه انا جربتها لبسه ترى وايد زين اللي تربطه. هو دائما خليه فوق الاذن احسن، على اساس انه نغطي الوي، بعدين نحطه هاي تحت الراس تحت على الرقبة يعني، بعدين نثبت القطعة المعدنية اخليه على اساس انه ما يطلع الهواء، يكون امن، واصمتها تحت اللي هو اللي اسفل الذقن. للذقن. اوكي زين، طريقه طبعا اهم شيء وانا استخدمه، طبعا لما البسه خلاص اعقم يدي مره ثانيه.
زين احنا في طريقه الاستعمال احاول اذا مثلا رحت السوق يوت مثلا اي شيء الاسطح وهاللون فما اروح اجود من قدام لانه يمكن يدي ملوثه وانا لوثت الكمام اوكي فيعني مو بطريقه صحيحه. انا قالوا لي العكس، قالوا لي احتمال القناع من برا يكون ملوث وانت مسكتيه، هاي بعد معلومه هاي صحيحه او هذه الطريقه الثانيه. زين حق اللي هو شلون اتخلص منه اللي هو الكمام، طبعا انزعه ما امسكه كذي نفس ما قلنا لانه يمكن في يدي فيروسات او جراثيم قاعده اعودي روحي، فابطله من ورا ومن تحت وتخلص مني في سله المهملات. واللي في لاستيك من اللاستيك؟ اي اللاستيك طبعا هاللون لبسه وطبعا لازم وسمته كذي يغطي الوي والاسفل الوجه، طبعا واشيل بعدين في التخلص منه اشيل من الاوستيك ما المسه اشيل من الاوستيك واتخلص مني في سله المهملات. يمكن لاحظنا احنا للاسف بعض الناس يقطون اللي هو الماسكات والقفازات خارج سله المهملات، فهذه يعني طرق للعدوى شنو ما سوينا شيء. دكتوره هذه بس مره واحده وخلاص نتخلص منها صح؟ هاي مره واحده نتخلص منه، لكن القماش نقدرنا نغسله. طبعا اللي هو ال N95 طريقه لبسه نفس الشيء، نخلي كذي ونحطه اللي هو ورا الراس وهذه اسفل تحت في الرقبه يعني أوكي. وتاكد ان الحديده ضابطه عليها والتخلص منه نفس ما قلنا. هاي القفازات دكتور القفازات عشان نتاكد اذا ترطب لازم نتخلص منه اي اكيد وعدم اللي هو المشارك في الكمام الواحد. يعني مثلا ما انا استخدمه واعطي مثلا مايكج دكتوره مثلا ما استخدمه واعطيه مثلا اختي تستخدمه لا طبعا اي اكيد. زين الشغله اللي جدا مهمه لمس الاسطح، دائما يحذروننا من لمس الاسطح، لا تلمسون الاسطح، واذا صار انك لمست شيء تجنب الانف الفم العين. صح. انزين فصاروا الناس يلبسون القفازات، الطريقه الصحيحه للبس القفاز. زين انا اول شيء وهل القفاز يحميني؟ هاي اهم شيء. هذا هو، انا اول شيء بتحكي عن القفازات، هو صح في انواع من القفازات وهل حمايه، هل هي حمايه؟ الناس توهم انها هي خلاص تقي من اللي هو او تغنين عن غسل اليد بالماء والصابون، واحنا دائما نركز وناكد على الناس ان اهم شيء نغسل يدنا بالماء والصابون. صح. لان هي القفازات تصير مصدر للتلوث، يمكن ينقل لنا المرض، يعني اذا يوت اي سطح وانا لابسه القفاز فاحتمال وانسي يعني اهمل ان اغسل يدي بالماء والصابون او اعقمها. فمن شيء تكون مصدر لانتقال الامراض المعديه لنا. فمثل ما سالتيني في اللي هو انواع من القفازات، في اللي هي القفازات الجراحيه اللي تستخدم في المؤسسات الصحيه للممارسين الصحيين. طبعا اذا بتلاحظين هي الاستخدام المره الواحده حق العمليات الجراحيه بتكون يعني مقلفه كل يعني كل يد اللي هي اليسار واليمين مقلفه لان معقم، هذه حق العمليات الجراحيه. في اللي هو القفازات اللي هي الغير معقمه. اوكي ف يعني هالقفازات اللي في السوق اللي في العلبه في العلبه الكلينكس هذه مو معقمه؟ مو معقمه، هي مو معقمه بس يعني نستخدمها للاستخدام اليومي. حلو. ونتخلص منها يعني كل ما استخدمناها خلاص نتخلص منها. في يمكن انواع اللي هو في اللي هي شديده التحمل القفازات اللي المنظفين اللي يستخدمونها حق التنظيف ويقدرون اللي هو يغسلونها ويستخدمونها مره ثانيه. طريقة زين الطريقة معينة ولا نفس الطريقة؟ لا الطريقة مبلا، في طريقة معينة شلون نتخلص من القفازات. تشوف شلون يشيلونه، ها تشوف احنا شلون نشيله. هو طبعا في القفازات اللي هي اللاتكس والنون لاتكس. اللاتكس اللي هي المادة المهيجة اللي تسبب حساسية في الجلد. ايه اوكي اللي هي اللي فيها باودر. اه صح اللي فيها باودر هي المهيجة؟ المهيجة اوكي. فالحين يمكن احنا اغلب المؤسسات الصحية تخلصنا منها فلأنه تهيج الجلد فاستخدمنا اللي هو النون لاتكس اللي هو اللي ما فيها باودر. إذن طريقة اللي هو التخلص من القفاز، يمكن الناس يودوا أشياء لوثوا يدهم يجون يودون من هني شون إحنا مسكنا الجلد ولوثنا جلدنا نفسخة كذي. فالطريقة الصحيحة لازم نمسكها من الوسط. اوكي نتخلص منه ما قلت لك وناخذ صبعين الاثنين نحطهم تحت كذي
هاي كلها يوم تعلمت حسيت روحي جاهله ما اعرف حتى اشيل القفاز وانت خلص منها شوف سله المهملات لان وايد نشوفهم مقططين برع سله النفايات. شنو يمكن اغلب الاخطاء اللي تشوفينها دكتوره في اللي قاعده تصير بخصوص الكمامات او القفازات؟ القفازات اللي هو طبعا تخلص كيفيه التخلص منهم طبعا تشوفونها كلها برع اللي هو سله النفايات. طبعا نفس ما قالت الاخت شيماء اللي هو طريقه اللي هو فسخ اللي هو القفاز الطريقه الغير صحيحه، ونفس الشيء اللي هو الكمام يا اما يلبسونه او ان نشوف انه ينزلونه تحت خشمهم. اوكي فهاي غير صحيح لان الرذاذ ينبعث حتى من الخشم او يحطونه تحت اسفل الوجه فهاي بعد ما المعقمات في لها استخدام معين؟ المعقمات اي نعم احنا دائما ناكد ونركز على غسل اليدين بالماء والصابون هاي رقم واحد. الرقم الثاني اذا ما تواجد المعقمات في عندنا اللي هو المعقم او المعقم او الجل. اهم شيء نتاكد ان ماده الايثانول اللي هي الماده الكيميائيه المكونه في الجل تكون 60% فما فوق، هاي اللي هي تكون امنه. هي نفسها المادة الكحولية؟ المادة الكحولية. المادة الكحولية، إيه. حلو، أوكي. فمنظمة الصحة العالمية سوت دراسات ولاحظت أن 97% من الأشخاص طبعاً ما يغسلون يدهم بالطريقة الصحيحة. و80% من الأمراض المعدية هي اللي تنتقل عن طريق اللي هو اللمس. فيعني كان نسبة عودة، يعني صدق احنا نغسل يدنا بس في الأخير مو بالطريقة الصحيحة. صحيح، صحيح. دكتورة يعني احنا حابين بعد نستفيد من تواجدك معانا، نصيحة توجهينها حق مشاهدينا اللي قاعدين يتابعونا بشكل عام بما يتعلق بالصحة العامة خصوصا في هذه الفترة. طبعا أهمية اللبس اللي هو الكمامات بالطريقة الصحيحة، وكذلك أهم شيء اللي هو غسل اليدين بالماء والصابون، وإذا ما وجد نستخدم اللي هو الجل أو المعقم. أهم شيء الالتزام بالتباعد الاجتماعي اللي هي المسافة تكون متر إلى متر ونص. طبعاً نتمنى أن الناس يتواجدون في البيت وما في أي تجمعات حتى عائلية، لأن ما تدري أن الشخص الثاني يمكن عند المرض ينقل حق العائلة. الابتعاد عن الأماكن العامة والمجمعات والخروج عند الضرورة. جميل، شكرا لك دكتورة هناء أبو زيد على تواجدك معنا، استفدنا أمانة من الأمور اللي غطيتيها لنا، يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يسلمك. فاصل سريع مشاهدينا وراجعين مع باقي فقرات حلقة اليوم من شمس البحرين، خلكم ويانا. عاد لكم مشاهدينا في هذه الفقرة، راح نتكلم عن دور الإعلام في دعم المسيرة التنموية في مملكة البحرين مع الدكتور حسين خليفة أستاذ الإعلام المساعد بالجامعة الخليجية. صباح الخير دكتور. صباح الخير. حياك الله بشمس البحرين. حياك الله. كيف الحال؟ الحمد لله. حياك تفضل نورنا في الاستوديو. حياك الله دكتور. صباح الخير. صباح الخير. دكتور لما جاءت رؤية 2030، يعني 2030 غطت أمور كثيرة، وأمور كثيرة مفروض أنها تتغير وتكون صحيح. يعني متجهة اتجاه آخر ومختلف تماماً، وأتوقع أيضاً الإعلام، فشون راح يكون الإعلام فيها؟ صحيح، يعني صباح الخير على حضرتكم، صباح الخير على كل المشاهدين الكرام. في البداية خليني أوجه شكر خاص للقطاع الطبي والقطاع التعليمي في المملكة. الحقيقة يعني في ظل هذه الأزمة بيقوموا بمجهودات عظيمة جداً. الحقيقة أنه رؤية 2030 هي بالأساس رؤية اقتصادية تم وضعها بمبادرة من صاحب الجلالة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة اللي تم وضعها من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 2030، وهي تمثل الطموح البحريني نحو المستقبل في كافة المجالات، المجال الإعلامي، المجال الاقتصادي، المجال الصحي، المجال الاستثماري. فهي رؤية شاملة لمسيرة التنمية في البحرين، والحقيقة إنه البحرين قامت بمجهودات كبيرة جدا في مجال التنمية المستدامة، ورؤية 2030 دي استكمالا لمجهودات التنمية في البحرين. البحرين استطاعت انها تحقق الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015،
وجات رؤية 2030 عشان تكمل هذه الإنجازات. طبعا في إطار رؤية 2030 الإعلام ليه دور مهم جدا جدا جدا. أعتقد إنه الإعلام لازم يركز في مهمتين أساسيتين. المهمة الأولى هي التوعية وخلق يعني معرفة لدى الناس إيه هي الجهود التنموية اللي بتتم في المملكة، لأنه بطبيعة الحال لو ما فيش وعي الناس مش عارفة ما هي الخطط التنموية، ما هي الإجراءات الحكومية، وبالتالي هي مش هتقدر تعمل حاجة. بعد ما تيجي مرحلة التعريف إيه هي الخطة التنموية، إيه هو دورك كمواطن في الخطة التنموية دي، يجي المرحلة الثانية وهي دفع المواطن نحو المشاركة الإيجابية والمشاركة الفعالة. إزاي يكون هذا المواطن مواطن يعني متكاتف مع الدولة، يعمل في نفس الإطار اللي بتعمل فيه الدولة ونفس التوجه الخاص بالدولة. الهدفين دول بشكل أساسي لو استطاع الإعلام إنه يقوم بهم بشكل فاعل وبشكل مؤثر في المجتمع، هنشوف المملكة مملكة البحرين في 2030 بشكل مختلف آخر طبعا وفقا للبرامج اللي تم تضمينها في برامج عمل الحكومة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. يمكن إنجازات كثيرة حققتها البحرين في الفترة الأخيرة. لو نتكلم دكتور عن أبرز الإنجازات سواء كانت تنموية أو حضارية اللي حققتها المملكة في هذه الفترة في خدمة أو لبلوغ رؤية 2030. أشكرك على هذا السؤال، فهذا يعني سؤال جوهري وسؤال مهم جدا. الحقيقة إنه البحرين قامت بالعديد من المشروعات التنموية في إطار رؤية 2030 على مستويات مختلفة. هديك على سبيل المثال على يعني من كل قطاع من القطاعات، نعم. يعني مثال مهم جدا في مجال القطاع مثلا الصناعي، كلنا عارفين انه الاقتصاد البحريني بشكل اساسي بيقوم على القطاع النفطي او الصناعات النفطيه. فرؤيه صاحب الجلاله انه مساله الاعتماد على النفط واسعار النفط اللي هي المتغيره والمتقلبه، احنا محتاجين مصادر اخرى للدخل القومي بتاعنا، وبالتالي فاحنا محتاجين مشاريع تنموية على المستوى الاقتصادي والمستوى الصناعي. ولعل أبرز مثال في هذا المجال من المشروعات التنموية اللي هو الخط السادس لشركة ألومنيوم ألب. هذا المشروع التنموي الصناعي الضخم اللي بيوفر تنوع في مصادر الدخل القومي للمملكة. هذا المشروع يوفر ما يقارب 3500 فرصة وظيفية للشباب من الباحثين عن العمل، وبالتالي هيحل لك مشكلة أخرى وهي مشكلة البطالة، وده يحقق استقرار مجتمعي. ده مثلا على سبيل المثال في القطاع الصناعي. أيضا في مثلا القطاع السياحي، تمام، عندك على سبيل المثال مجموعة من المشروعات التنموية في القطاع السياحي وتشجيع السياحة في البحرين، وإنه السياحة تكون مصدر من مصادر الدخل القومي. عندك درة البحرين، هذا المشروع اللي أكبر جزيرة صناعية موجودة في البحرين، يعني من 15 جزيرة وجزر دولمون، يمكن بعدها جزر دولمون برضو. فدي كلها من المشروعات في القطاع السياحي اللي بتدعم برضو فكرة تنوع مصادر الدخل، ويكون عندنا تنوع مصادر الدخل. في طموح كان يعني موضوع في رؤية 2030 وهو أن تتحول البحرين لمركز استثمار إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، وجه مشروع مرفأ البحرين المالي عشان يجسد هذه الرؤية وهذا الهدف الاستراتيجي. انت اصبح دلوقتي عندك مرفأ البحرين المالي، تمام، مركز تجاري، تمام، واستثماري لمنطقة الشرق الاوسط كلها، تمام. نستفيد من الموقع الجغرافي للبحرين، نستفيد من حالة الاستقرار المجتمعي، حالة الاستقرار الإداري والحكومي، كل ده بيخلي عندك بيئة جاذبة للاستثمار. ما انت كمستثمر ومعك رأس مال مش هتيجي في بيئة غير مستقرة. فكل هذه المقومات اللي موجودة خلت هذا المشروع الضخم يتحقق في إطار برضو رؤية 2030. أيضا هناك المشروعات الأخرى اللي هي على
مثلا المدن الجديدة اللي هي على القطاع السكني لتحقيق سكن ببنية تحتية متطورة، زي مثلا الرفاع فيوز، زي عندك البساتين الجديدة، زي عندك ديار المحرق. والصراحة الحقيقة في جهود جبارة في محافظة المحرق ومشاريع كتير جدا، يعني على مستوى مثلا الحفاظ على البيئة والهدف ده، هدف من ضمن هدف التنمية المستدامة الحفاظ على البيئة. عندك حديقة المحرق على سبيل المثال، المشروع ده عندك مشروع سعادة في المحرق، يمكن المحرق فيها لها نصيب الأسد من المشروعات التنموية. أستاذ يمكن ذكرت أنت المشاريع، يعني أنا يمكن هذا السؤال يخليني أنتقل معك إلى جانب آخر، اللي هو أيضا المشاريع اللي قاعد تقدمها مملكة البحرين، لأي مدى هي قاعدة تحقق وتوفر الرفاهية للمواطن البحريني؟ أنا يعني هاخد شوف كل المشروعات التنموية اللي بتتم في كل المجالات، الهدف منها هو المواطن البحريني ورفاهية المواطن البحريني. ليه؟ لأنه أنا ما زلت أفتكر مقولة صاحب الجلالة لما قال إنه المواطن البحريني هو محور التنمية وأساسها. تمام؟ فكل المشروعات التنموية اللي بتتم على أرض البحرين هي ترجمة لهذه المقولة وترجمة لرؤية صاحب الجلالة. دلوقتي أقول لحضرتك على حاجة، المشروعات مثلا مشروع مثلا زي مشروع البدا لما يوفر 3000 فرصة، 3200 أو أكثر فرصة وظيفية، مش دي إفادة للأفراد وللمواطن اللي موجود في المجتمع؟ لما يكون عندي مدن على سبيل المثال جديدة ذات بنية تحتية متميزة، لما يكون عندي كفاءة في تقديم الخدمات سواء كان على مستوى التعليم أو المستوى الصحة أو على مستوى الطرق والمواصلات. كمان في مشروع اللي هو الجسر الموازي لجسر الملك فهد، تمام، تم تدشين المبادرة أعتقد في 2016، والجسر ده برضه هيحقق فوائد كتير جدا للمواطن. فالمواطن البحريني هو الأساس في كل هذه المشروعات التنموية، من حيث توفير فرص وظيفية لي، هذه المشروعات بتوفر له فرص وظيفية أو بتوفر له بنية تحتية جيدة أو بتوفر له خدمات إلكترونية وراحة. يعني لما بيكون في مشروعات في تنموية في مجال القطاع الخدمي والقطاع التعليمي والقطاع التكنولوجي، ده ما بيوفر يعني راحة للمواطن ورفاهية للمواطن. كمان حيوفر بحلول 2030 الرواتب كمان الأجور والرواتب، مش هتكلم على الرواتب لكن أنا بقول إن الرواتب يعني هتتحسن كثيرا بتحقيق وتنفيذ هذه المشروعات التنموية. القطاع الخدمي أنا شوية بيتكلم عنه أكثر، يعني تكلمنا إحنا عن الجانب السياحي مثلا الطبي، القطاع الخدمي أكيد في هناك جهود تبذلها أيضا مملكة البحرين تحديدا في هذا القطاع. صحيح، في يعني مجهودات وفي مشروعات كثيرة للغاية في مجال القطاع الخدمي وقطاع البنية التحتية وبرضو مسألة الحفاظ على البيئة وهذه الأمور كلها برضو بيتم تنفيذها وموجودة في العديد من المشروعات، سواء كان في مسألة مثلا الخدمات التكنولوجية، الخدمات البنية التحتية، لأن أنت لما بتعمل مثلا على سبيل المثال مشروع أكيد بتطور القطاع البنية التحتية اللي موجودة فيه، أكيد بتطور القطاع يعني التكنولوجي اللي موجود فيه. والحقيقة إنه في جهود كبيرة جدا بتتم على قطاع التعليم وقطاع الصحة في هذه الفترة تحديدا. صحيح، في هذه الفترة أيضا مسألة التحول إلى التعليم الافتراضي والجامعات الافتراضية، بقينا عايشين كل حاجة افتراضية، كل شيء افتراضي، كل شيء أونلاين، كله ده بيجي لولا المشروعات الخدمية ولولا البنية التحتية الجيدة في القطاع التكنولوجي والقطاع التعليمي. كويس، ما كانش ما لم يعني لم تكن البحرين بهذه المكانة المتميزة في مسألة التعليم الافتراضي ومسألة القطاع الخدمات الإلكترونية في مثلا على سبيل المثال اللي هي وزارة الداخلية برضو بتقدم مسألة الترخيص عن طريق الإنترنت والحاجات دي كلها. صحيح، جميل. هل هناك تحديات نقدر نقول راح تواجهها المملكة خلال هذه الفترة، خلال هذه المسيرة التنموية لبلوغ رؤية 2030؟
طبعا تنفيذ هذه المشروعات، مفيش مشروعات تنموية بهذه الضخامة وبهذا الحجم من غير ما يكون في تحديات بتواجههم. لعل التحدي الأكبر مسألة النمو السكاني المتزايد، وده ما يترتب عليه من فرص عمل ومن تطلبات بنية تحتية والكلام ده كله. أيضا المشروعات التنموية عشان تتنفذ، لأنها يعني تاني بأكد أن رؤية صاحب الجلالة للبحرين 2030 هي رؤية شاملة، رؤية تنموية شاملة على كل القطاعات. فلما أنت عايز تنفذ كل هذه المشروعات فأنت محتاج برضو تمويل. فالتحدي الآخر برضو اللي بيواجه المملكة في تنفيذها لهذه المشروعات طبعا اللي هو مسألة التمويل. وهنا أحب أشيد بالعلاقات المتميزة ما بين البحرين والمملكة العربية السعودية. صحيح الأرض واحدة والبحر لن يفصلنا يعني بتدعم البحرين في العديد من المشروعات، وده يعني ينم على العلاقة الجيدة. أيضا الإمارات أيضا بتقوم بدعم بعض المشروعات، ده شيء يؤكد العلاقة الجيدة ما بين البلدين. أيضا هناك برضو الكويت برضو بتقدم برضو يعني دعم للمملكة البحرين. كل ده في إطار أنه خليجنا واحد وكلنا يعني بلادنا واحدة، وما يحدث من تنمية في البحرين أكيد هينعكس على يعني المواطن الخليجي بشكل عام يعني. فيعني يمكن دي أبرز التحديات اللي بتواجه الايه بتواجه تنفيذ هذه المشروعات التنموية في مملكة البحرين. دكتور في النهاية الفرد سواء كان مواطن او مقيم هو مجتمع بشكل عام، مجتمع بحريني، شنو دوره هدية علشان يساعد الحكومة في بلوغ هذه الرؤية 2030؟ شنو دور المجتمع بشكل عام؟ صحيح يعني خليني يعني اؤكد على نقطة انه لن تحدث تنمية بطرف واحد. أكيد. يعني لن تحدث تنمية بطرف واحد. يعني لا الحكومة لوحدها، القطاع العام يقدر يعمل تنمية. صحيح. ما لم يتضافر معه القطاع الخاص. صح. ولا القطاع الخاص يقدر إنه ولا القطاع العام ولا القطاع الخاص يقدر يحقق تنمية من غير ما يكون في وعي مجتمعي. بالضبط. كويس. ولا يعني نقدر نحقق تنمية من غير ما يكون الفرد مشارك بشكل إيجابي. فاحنا عايزين المجتمع يكون مجتمع متكاتف، مجتمع متحد، مجتمع واعي لما يعني لما لأهمية هذه المشروعات التنموية ولما يحدث يعني حواليه. كويس انه يقف خلف القيادة وخلف الحكومة وهذه المشروعات عشان تنجح. ومش معنى كلامي ده انه لو المواطن مثلا لديه مثلا على سبيل المثال يعني تحفظ على نقطة معينة، لا، ان تفتح ابواب، والابواب اوريدي اصلا كده مفتوحة ما بين المسؤولين وما بين المواطنين. عندك شكوى تقدم بهذه الشكوى للمسؤول، وتأكد أنه التوجه الجديد للمملكة في إطار رؤية 2030 هي المواطن رقم واحد. صح. فلو عندك مشكلة تأكد بنسبة 100% أن صوتك مسموع وأن مشكلتك هتتحل. فإحنا عايزين مجتمع متكاتف، مجتمع يعني متسامح يقف خلف القيادة. كويس. عايزين مواطن واعي وفاهم لأهمية هذه المشروعات التنموية، وعايزينه كمان يبقى مدرك إنه كل المشروعات دي كلها الهدف فيها في الأول وفي الآخر علشانك. هو لما يكون في فرص عمل مين اللي هيستفيد؟ أنت كمواطن، سواء مواطن بحريني أو مقيم. طيب لما يكون مثلا في زيادة في الرواتب والدخول هو مين اللي هيستفيد منها؟ ما أنت كمواطن. فأنت محتاج إن أنت تكون مواطن واعي وفاهم ومدرك لأهمية هذه المشروعات وإنها في الأول وفي الآخر لمصلحتك وهتعود بالفايدة العامة عليك، سواء على المستوى العام. يعني لما يكون عندنا طرق جيدة، هو صحيح ما فيش فايدة شخصية للمواطن لكن في فايدة مجتمعية. أكيد. أنت هتمشي على طرق جيدة. لما يكون في تعليم جيد أنت هتستفاد من المنظومة. لما يكون عندك خدمة صحية جيدة موجودة في المملكة، كل ده يعني مش لازم الفايدة، دايما أنا بقول هذا الكلام، مش لازم الفايدة تعود عليك بشكل شخصي، مش لازم تاخد يعني دينارات، إنما أنت ممكن تاخد خدمات متقدمة وخدمات متطورة في حياتك. بالضبط. هتخلي حياتك أكثر سهولة وأكثر أكثر أكثر رفاهية. كويس. وهتخلي منك مواطن إيجابي مشارك في المسيرة العامة للتنمية داخل المملكة. بلا شك. أكيد. مشاهدينا كان معنا الدكتور حسين خليفة، أستاذ الإعلام المساعد
بالجامعة الخليجية. كل الشكر لك دكتور. شكراً دكتور. شكراً جزيلاً. فاصل سريع راجعين لكم مع باقي فقرات حلقة اليوم، خليكم. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد. في هذه الفقرة راح نتعرف على فن من الفنون اليدوية الراقية واللي يسمى بالمكرمية. هي نوع من أنواع المنسوجات التقليدية، تعتبر حرفة جميلة لتزيين المنزل والأدوات. خلونا نتعرف أكثر على فن المكرمية مع أكيد فنانتنا لليوم اللي جايبة معاها هذه القطع الجميلة، الأستاذة وفاء داوود. صبحت الله بالخير، حياك الله ويانا. صباح الخير أختي، أشكركم على استضافتي في هاي البرنامج أولاً، أو برنامج مميز، وإن شاء الله أفيد المشاهدين في هاي البرنامج. أكيد أكيد بلا شك، يعني فن المكرمية يمكن كثير من الناس لما يشوفون هذه القطعة يعرفونها مألوفة، لكن ما يعرفون إن هي اسمها مثلاً مكرمية، ما يعرفون هي من وين أصلها، ما يعرفون هي شلون بدت، فكلمينا عن هذا الفن أكثر. المكرمية هي أساساً اسمها المقرمية عند العرب سابقاً. طبعاً هي أساساً كانت في البلدان العربية النساجون العرب، فكانوا دائماً ينسجون بالخيوط الصغيرة لزيادة عندهم حق سروج الخيول، الجمال، حق المناشف اللي هي الفوط، أطراف الحجاب، الخيام وما شابه، فكانوا يتفننون في هذه العقد. جميل حلو. أنا بعد حابة بعد يعني أسأل سؤال وايد مهم، متى بديتي بنسج المكرمية؟ يعني أتوقع مو توج، يبين أنه من زمان. أنا ابتديت إذا ما تخوني الذاكرة 2014-2015 وطبعا كنت أسوي كروشيه على يد صديقتي دربتني في البداية، وبعدين 2014 ابتديت المكرمية على يد بنت أختي. طبعاً طرشت لي صورة بالواتساب، قالت لي خالو أنا خاطري في هذه، فقلت لها ترى هاي مكرمي مو كروشيه، قالت لي حاولي، فقمت أحاول بالحبال المتوفرة عندنا هنا في البحرين، وطبعاً ما كان ممكن أن أسويها بالطريقة اللي هي حبتها لأن نوع الحبال وايد سيئة. فصادف أن أنا بروح ماليزيا تخرج بنتي، هناك قابلت أحد مدربين ومدرسين في المكرمية، فسألت عن الصورة فدربني عليها وعلمني عليها، ورجعت البحرين وسويتها لها واستانست منها يعني، وموجودة في الانستغرام أي وقت تقدرين تشوفينها. حلو جميل. ذكرتي الكروشيه وقلتي أن الكروشيه يختلف عن المكرمية، شنو الفرق؟ الاختلاف طبعا في الخيوط، في الأدوات المستخدمة، في طريقة العمل. طبعاً طريقة العمل تختلف بين الكروشيه والمكرمية. الكروشيه تحتاجين إلى سنارة وقاعدة وتشتغلين فيها، طيب عندك المكرمية لا، ما نحتاج إلى سنارة، نحتاج إلى حبال ناعمة متينة من القطن، تكون مغزولة غزل صح ومبرومة اللي هي ملفوفة على بعض. فنستخدم يدنا فيها، نعلق العصاية، نعلقهم طبعاً على العصاية، ونشتغل عليها بالعقد اللي تعلمناها. حلو، هل في مجال نشوف شيء بسيط؟ إي طبعاً. أي. طبعاً أنا جايبة السينمون، الدارسين، عصاة الدارسين. أي. عادة أسوي شنو أنا؟ أسويها تعليقة سيارة. عشان ريحة السيارة تصير ريحتها دارسين. حلو. طيب أي. طبعاً مقصصة الحبال جاهزين. أول عقدة اللي هي اللاركس نوت، اللي هي عقدة اللاركس، هذه من المهم عشان تعلقين فيها الحبل على العصاية، على الحلقة، على أي شيء. طبعاً هذه ما بركب وايد، بركب بس ثنتين عشان أراويك أهم عقدة في الـ. الحين أنا لو بغيت أشتري الحبال وين أحصلهم؟ مع الأسف مو موجودين في البحرين. حسافة يعني أنا جايبة كمية وعندي بصراحة أبيعها.
زين بعد هاي زين على الاقل احنا عرفنا وين نحصل. لان كان عندي شغل كثير اسويه فاضطريت اني اشتري كميه. حلوين. فهذه العقده المربعه رويت اياها بس على السريع. هذه الحين قاعده الاحظ ان فعلا كلهم مربطين من فوق وبعدين انت تربطينهم بالطريقه اللي في بالك. اي نعم. أوكي. طبعا هذه اللاركس نوت وهذه العقده المربعه اللي هي اساس المكرميه. اها زين الحين مثلا هذه القطعه ما فيها عصايه، وين راحت العصايه؟ هذه كان فيها العصايه هني. انزين. ولما خلصتها مثل ما ابي اقصصها من الاطراف. ما تبطل؟ لا 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 لان مربطه من فوق. ما صح؟ تبطل. اي نعم. وهذه بعد نفس الشيء احسها صعبه ولا لا؟ اذا حابه اذا حابه لان اللي انا قاعده اشوفه الحين وايد سهل وحلو وممتع. إيه؟ طبعا. بس مثلا الحين هذه الشنطه وين كانت العصايه؟ بس خاط فيني فضول. هذه العصايه فوق من لا من تحت. اي نعلق العصايه بس نلصق اول الربطات في العصايه. اي طيب وبعدين نربطها كامله ونشيل العصايه نسحبها. طبعا في اشياء كثيره يعني ما تتصورينها. إيه؟ بس اذا حابه والشغله بتشوفين تبدعين فيها. هاي كلاتش يعني هذه وايد ستايل وايد يعني ترندي مثل ما نقول. إيه؟ فطول ما انت ترى قاعده تشغلين قاعده افكر هاي وين كانت العصايه. لا مو كلهم بعصايه. هذه من غير عصا، هاي من غير عصا. عيل شلون ابتديتي؟ شلون بديتي اول عقده؟ هذه شو اسوي؟ اربط الحبل في طرفين الريل. إيه؟ وعلق الحبال فيها ولنخلص منها اسحب الحبل. لان كل شغله لها طريقه مختلفه. صح. اي اكيد عرفتي يعني مو كلهم لازم عصايه. في اشياء ما تحتاجين لها الى عصا. اوكي. في اشياء تحتاجين. عبالي كلهم لازم عصايه. لا مو شرط. في شغلات ما تحتاجين لها عصايه. حلو. اول قطعه شفتها مثلا وانت كنت قاعده تشتغلين على عود الدارسين سير لفتني اللي وراك فقعدت افكر قلت ها معناته كذي اللي قدام يستوي على صغير نفسه قاعد يستوي على العصايه الكبيره. فاتوقع بعد نفس الشيء يعني الناس اللي في المعارض لما تشوف الشغل قدامها تبي تعرف يسالون. تسوين دورات اونلاين؟ اسوي دورات. كلمينا عن هذا الجانب ايضا اذا في مثلا الناس تحب تتعلم هذه الفن تبي تتابعك وانت تسوين تطبيقات عمليه. أنا ابتديت أول شيء التدريب في مجمع العاصمة طبعاً. دربت مجموعة بنات ودربت فصول أخرى تدريبات ثانية وصار إن إحنا مجبورين نقعد في البيت فجت فكرة الأونلاين اللايف من الأسرة طبعاً شجعوني على هالفكرة وقالوا لي سويها فابتديت فيها وكانت تجربة جداً جداً ممتازة. ممتعة التجربة صح؟ كان الإقبال من أروع ما يكون. أسئلة الناس أونلاين خلتني أستغرب أن ترى فعلاً في ناس تبي تتعلم وتتثقف وتعرف هذه شنو. إيه. وهاي أحد الأسباب اللي خلتني أواصل أن كل في الأسبوع يوم واحد أرتب ساعة واحدة ساعة ونص حسب العمل اللي بنسويه. حلو جميل. حق اللي حاب انه يتواصل معك عن طريق الانستغرام ويتابع اللايف ويتابع هذه الدورات الاونلاين حسابك على الانستغرام استاذه لو تعطينا اياه. طبعا هو creativeyours.ph على الانستغرام وممكن يتواصلون معي واتساب بعد لان انا في عندي دورات بتصير واتساب بشكل فردي حق اللي عندها قطعه معينه تبي تسويها وتبي هي تسويها. على الواتساب فيديو أدربهم. حلو جميل. مقبلين إحنا الحين على الإجازة الصيفية وهالفترة أصلاً الأطفال في البيت ما في مدارس فكرتي تسوين شيء حق الأطفال أونلاين شيء بسيط صغير على الأقل يشتغلون فيه الأطفال؟ طبعاً هذه كان مرتب له دورات صيفية حق الأطفال بس الحين بضطر أن أسويه أونلاين وأجرب لأن تعرفين الأطفال غير الكبار صعب ان انت تتعاملين معاهم على الاونلاين. هل بيوصلون هل بيقبلون هل هاي الله العالم. بس انا اساسا مرتبة حق عطلة الصيف حق الاطفال على اساس انه يكون في اونلاين وان شاء الله يقبلون. انا اشجعك عليها. انا اشجعك لان انا واحده احب الاشغال اليدويه
واحب ان بناتي يتعلمون اشغال يدويه. فبالعكس هذه دعوه حتى حق الامهات اللي قاعدين يتابعوننا الحين، سواء الام اللي في البيت او اللي تشتغل في البيت او اللي دوامها عندها تلفزيون وقاعده تتابعنا، ليش لا نخلي عيالنا يتعلمون اشغال واعمال يدويه اونلاين، بما ان الحين الكل اونلاين وصار فيرتشوال. اكيد اكيد صح، لان هو عن عشان تشغلين الياهل لازم تخلينه يتعلم شيء جديد. صح 100%. وطبعا الاطفال ما راح نعلمهم هاي القطع الكبيره، بنعلمهم الدريم كاتشرز، بنعلمهم اساور، نعلمهم تركيه شلون يسوونها، الاشياء اللي ما يحبونها. صح الاشياء اللي ما يحبونها. والاطفال لما نتحكي عن الاطفال اللي هم بيكونون من 7 سنين الى 14-15 سنه، لان 16 سنه وما فوق كلهم يبون اشياء كبيره، اشياء اصعب، لا تبي شنطه، لا تبي سله، سكارف، فستان عرس مثلا، لان وصلت المكرمه ان احنا نسوي حتى مسارح حق الاعراس. حلو حلو. يعني المكرمه شيء ابداع، فن مبدع، اللي تشتغل عليه صدق بتحبه وما بتهده. جميل جدا ومسلي جدا، بالذات وقت اللي واحد مثلا واحد متملل متضايق ما يشين، بس تسوي مكرمي يروح الضيج كله يعني. حلو. طبعا هاي وجهة نظري، والله العالم بالباقي. أكيد. جميل، شكرا للأستاذة وفاء داود على تواجدك معنا، استمتعنا صراحة بالحديث، استمتعنا صراحة بالحوار، واستمتعنا بالأشياء الحلوة اللي قدامنا قاعدين نشوفها. يعطيك العافية وبالتوفيق. يعافيك حبيبتي، ومشكورين حبيبتي، وما قصرتوا على استضافتي، أشكركم يعني. شكرا لك. شكرا. انتقل لبدر. حبيت الفن الصراحة، وحبيت الألوان البيج والبني، وأدي عيالك تتعلمونها. احنا مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقة اليوم، إن شاء الله نشوفكم باكر في حلقة جديدة من شمس البحرين. مع السلامة.